السلام عليكم. شفنا المقابلة فانك نعاود نقولوا ونتكلموا على المقابلة تاع تشيلسي امام بنيال، لهذا الفريق اللي كان لعب ب كما يقول لك ند للند، خاصة في الشوط الاول والشوط الثاني. وشفنا النتيجة هي اللي تعطي الصورة للفريق، الفريق اللي يعتبر فريق كما يقول لك اللي وقف امام تشيلسي، الفريق اللي فاز بكل صعوبة على هذا الفريق. شفنا كيفاش كان رايح في خاصة في الشوط الأول، وكان هو رايح يسجل على تشيلسي بطريقة جميلة وطريقة جماعية. هدف كان يكون جماعي، هدف اللي كان كلاسي الأحسن في البطولة الإنجليزية لو سجل من طرف برايتي، هذا الفريق اللي كما يقول لك أزعج كثيرا تشيلسي اليوم. أجعز كثيرا تشيلسي، خدش عليه شنا قدم مقابلة جميلة حسب المستوى تاع اللاعبين اللي عنده، حسب المستوى تاع اللاعبين اللي عنده، خاصة تشيلسي وين فانك تشيلسي، ما نقصوش من القيمة تاعو. تشيلسي اللي قدم فانك مقابلة، خاصة الدوري الإنجليزي كاع المقابلات تسيبهم شابين، خدش على مقابلات في القمة، مقابلات كيما نقول لك مقابلات كبار. على هذيك غادي نقولوا حنايا بلي اليوم تشيلسي فاز بكل صعوبة على هذا الفريق، خاصة وين شنا كنا فاز ونشلنا مقابلة كبيرة، ونشلنا خاصة في هذه الجولات الأخيرة وين لاعبين في الفرق الصغيرة، الفرق اللي كما يقول لك اللي ما عندهاش نجوم كبار، الفرق هذو اللي يبغوا هذو الفرق اللي يلعبوا في من أجل البقاء، من أجل كما يقول لك خاصة اللي يلعبوا من أجل البقاء، يبغوا أمام فرق كبيرة، يبغوا يبين المهارات تاعو، يبين اللعب تاعو، يبين القدرة تاعه، باش يلفت الانتباه للمدربين للمناجر. هذو هما الفرق اللي ما نقولوش صغيره في انجليز، ما كاينش فريق صغير، ما كاينش فريق كبير، فرق اللي عندها المستوى تاعها حسب اللاعبين، الفرق اللي عندها المستوى حسب اللاعبين اللي عندها. على هذيك شلنا اليوم مقابله، المهم مقابله استمتعنا، شلنا اهداف، هذه هي الدور الانجليزي، وصحيتو ربي يحفظكم.